السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو اليوم اللي غيكون فيه اقتراح مافن مالحين بالخضر والفروماج. بالنسبه للمكونات وطريقه التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخر. حاجتنا في 3 ديال البيضات، نص كاس العنبه ديال زيت الزيتون، نص كاس العنبه ديال الحليب، الملح على حسب الذوق، شويه ديال الابزار، جوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك، معلقه كبيره ديال الجبن، معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، مئة وثمانين غرام ديال الطحين فورس، ساشي واحد ديال الخميرة ديال الحلوى، نص قرعة خضرة محكوكة، نص مطيشة مقطعة طريفات صغار، معلقة كبيرة ديال الزيتون، شوية ديال الزعتر محكوك، ما تعمروش القوالب ديال المافين حتى للحد حيت مازال غادي تنفخوا في الفران. دخلوهم الفرن يكون مسخن من قبل على 180 درجة مدة 20 دقيقة تقريبا، وهكذا غيكون هذا هو الشكل ديال اقتراحنا لليوم. مافين اللي هما رطبين وساهلين في التحضير واللي ممكن انكم ديروا فيهم اضافات على حساب ذوقكم. وبصحتكم وراحتكم.